السلام عليكم. هنستعرض مع بعض في الفيديو ده ردود الأفعال العالمية العربية منها والأجنبية والاستوديوهات التحليلية وأشهر جريدة فرنسية والمعلقين وتصريح رياض محرز: أفتخر أني جزائري. ولكن قبل ما نبدأ انزل اعمل لايك للفيديو ده علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. الفيديو الأخير وصلتوه لأكتر من 25,000 لايك، يا ترى الفيديو ده هتوصلوه لكام ألف لايك؟ وكمان يا سيدي انزل اكتب تعليق، ولو مش لاقي تعليق تكتبه اكتب ايه؟ اكتب مانجا بطيخ زلابي، ولا أقول لك اكتب يا هادي رياض محرز أكل باريس زبادي. هنبدأ طبعا بالفيديوهات اللي معانا النهاردة، ولكن قبل ما نبدأ بالفيديوهات خليني بس آخد تصريح الفرنسي فوتبول الفرنسية. بعد مباراة باريس سان جيرمان رياض محرز جلاد الباريسيين: ما نجلكوش في حاجة وحشة، ما نجلكوش في حاجة وحشة بتوع فرنسا، ده انت لسه شفتوا جلد، ده انت هتاكلوا على دماغكم. ونروح بقى للمدرب أرسن فينجر ونشوف قال ايه عن رياض محرز. أرسن فينجر: محرز يدخل التاريخ، سيكون اللاعب الجزائري الأول الذي سجل أهداف في الشامبيونز ليج، وذلك بعد ياسين إبراهيمي وأيضا فغولي. Yeah, he's been outstanding. محرز كان أداؤه رائع في مباراة الذهاب والإياب. لقد نضج هذا اللاعب. إذا تأمل في المباريات وتأمل في المباريات السابقة لم يتحلى بالفاعلية، ولكن في مباراة الذهاب والإياب حقق ثورة في كرة العالم في كرة قدم لقد أصبح لاعبا متكاملا. ومن أرسن فينجر للأخضر بالريش والرفيق صيفي في الاستوديو التحليلي لبي إن سبورتس: رياض محرز ينافس رابح ماجر للفوز بالتشامبيونز ليج. الجزائري الوحيد الذي فاز بالتشامبيونز ليج قد يكون هذا ثاني. وهذا شيء جميل يعني للجزائر. رابح ماجر ودخول رياض محرز المرة الثانية يعني لاعب جزائري، هذا يرجع دائما الفخر للجزائر والعرب ككل. ثلاث أهداف في مبارتين. هدفين مباراة، ومحرز هو اللي صنع الفارق في المباراة الأولى والثانية. يعني في حل شفرة مباراة الأولى في البارك دي برانس عندما سجل أول هدف. نعم. ونفس الشيء في مباراة اليوم، مباراة اليوم سجل في أوقات مهمة جدا في المباراة. نعم. بداية المباراة وبداية الشوط الثاني. وكان في المكان المناسب في دائما الوقت المناسب. لازم تكون. نعم. في المكان المناسب. شكرا كابتن. لكن السيتي في النهائي بفضل رياض محرز. تعالوا بقى نسمع تصريحات رياض محرز: أفتخر أني جزائري. ولكن علي أن أقول لك أن الكثير من المتابعين الجزائريين فخورين بك أنت كجزائري، شكرا لك. هذا هو الهدف المنشود بالنسبة لي، أن أفخر بأني جزائر وأجعل الجزائريين يفخرون بي. أنت العرب الأول الذي يسجل في مباراة الذهاب والإياب، هذا شيء جميل لي كلاعب عربي، والإحصائيات تشرفني، ولكن هناك المهم والأهم، والأهم وذهب إلى النهائي. في لعيبة لما بتتألق، في لعيبة لما بتسجل أهداف كتير، في لعيبة لما العالم كله بيتكلم عليها بتتغر وبتشوف نفسها. طبعا رياض محرز مش من نوعية اللعيبة دي خالص. رياض محرز مهما ربنا اداله بيفضل متواضع. رياض محرز مهما سجل أهداف بيفضل متواضع. رياض محرز مهما العالم كله اتكلم عليه بيفضل متواضع. واعتقد حتى انت لما بتحبش الكوره فالتواضع ده كفايه انه يحببك في رياض محرز. شكرا رياض محرز على كلامك الجميل وعلى ادائك الاجمل والاجمل. ونروح بقى للمعلق المحترم فارس عوض وصوره رياض محرز ووراه برج ايفل وعليه علم الجزائر. صوره بمليون ونصف معنى. بعض المعارك تختار ابطالها. المحارب الذي تريد دائما الى جانبك رياض محرز. كل الشكر للمعلق الكبير والمحترم اللي كلنا بنحبه فارس عوض. برضه لسه ما طلعناش من الامارات والمعلق المحترم الاخر علي سعيد الكعبي. دوري الابطال يفخر بامثال محرز. ونروح بقى للمعلم بتاعنا حفيظ دراجي ونشوف كتب ايه النهارده عن رياض محرز. فنان، ساحر، ماهر، بارع، مبدع، مروض، ممرر، هداف، وفوق كل هذا صبور ومتواضع جدا، واثق من نفسه، صار مفخرة لكل جزائري ولكل عاشق لمتعة الكرة. ثلاث أهداف في نصف نهائي دوري الأبطال يدخل بها التاريخ في انتظار التتويج الذي يفتح أبواب المنافسة على لقب أفضل لاعب للسنة. الحقيقة كلام أكتر من رائع عن حفيظ دراجي، كلام خارج من القلب يا جماعة.
ما هو هنا بقى الفرق، الكلام ده خارج من القلب، الكلام بتيجي انت تكتب تلاقي الكلام اتكتب لوحده علشان قلبك اللي بيكتبه مش عقلك. طبعا كلنا نعرف حب حفيظ دراجي لرياض محرز. وقبل ما نكمل ردود الفعل العربية نروح ناخد عناوين الصحافة الأجنبية والعالمية. طبعا فرنسا فوتبول قالناها، فنروح لذا صن، سجل رياض محرز هدفين علشان يوصل السيتي أخيرا لنهائي دوري أبطال أوروبا. ورجعت طبعا كملت كلامها وكتبت وقالت ثنائية رياض محرز تدفع السيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. ميرور، سجل رياض محرز في المباراتين ليقود مان سيتي إلى النهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. ذا جارديان، محرز يقود مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على باريس سان جيرمان. كل الصحف بلا استثناء سواء عالمية محلية أوروبية برازيلية إن شاء الله تكون حتى من المريخ، كلهم كاتبين محرز يقود السيتي، السيتي بقيادة محرز، محرز يقود السيتي، السيتي بقيادة محرز. مش هتلاقي خالص لاعب تاني واخد الضوء زي ما رياض محرز أخد الضوء النهاردة. علشان بس الناس اللي تيجي تقول انتوا بتطبلوا، يا سيدي مالكش دعوه بينا، روح شوف الصحافه العالميه والاجنبيه والعالميه كلها كاتبه ايه النهارده عن رياض محرز، كلهم بلا استثناء محرز يقود السيتي للصعود لنهائي دوري ابطال اوروبا للمره الاولى في تاريخه. ونروح بقى لصوره من بتوع قصف الجبهه اللي بيضحكوا الناس كده ونشوف محرز يتكفل واخواتنا الجزائريين بقى مش هيبطلوا تعفين لحد بكره الصبح. محرز يتكفل بشراء ملابس العيد لهذا الثلاثي، وحطون صوره نيمار وديماريا ومبابي، مع ان مبابي ما لعبش، ولكن يلا بالمره هيجيب له ملابس العيد. وهنا صفحه مانشستر سيتي الرسميه باللغه العربيه بتسالك وبتقول لك بلهجه بلدك، ماذا قلت في هذه اللحظه، لحظه تسجيل هدف رياض محرز؟ الحقيقه انا ما قلتش بلهجه بلدي، طبعا انا بفتخر بلهجه بلدي، ولكن كان رد فعل تلقائي مني او رد فعل عفوي، با 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 لهجه طبعا، او الجمله الشهيره بتاعت حفيظ دراجي معلقه معايا لما برياض محرز او حد بيعمل حاجه جميله كده او هدف حلو بتلاقيني دي على طول رده الفعل التلقائيه عندي. صفحه الكاف الرسميه، باليمنى يسجل وباليسرى، من سبتة يهدف ومن مرتده، من داخل وخارج المنطقه، الثعلب الجزائري رياض محرز يحرز ليرضي جماهيره فيسطع نجمه عاليا في سماء الكرة العالمية. طبعا لما تتألق الكل هيشيد بيك، سواء اللي بيحبك او اللي ما بيحبكش الكل هيشيد بيك، وهم نفس الناس ممكن تلاقيهم بينتقدوك لما تكون ما بتلعبش، ولكن رياض محرز النهاردة يا جماعة بيديك مثل في الصبر، بيديك مثل في الصبر ان رياض محرز ما كانش بيلعب وصبر لحد ما وصل للمكان اللي وصلها النهاردة. وهنا تصريح لموقع جول بالعربي كتب وقال بيب جوارديولا عن رياض محرز، يتعامل مع المباريات الكبيرة بشكل جيد جدا، هو لاعب لا يشعر بالضغط. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى أن احنا نكون قدرنا نغطي ولو جزء بسيط جدا من ردود الأفعال العالمية عن رياض محرز. وطبعا ما زلنا مستمرين، طول ما فيه رد فعل جديد هنرجع تاني ونتكلم عليه ونقوله، ولكن ادعموا الفيديو ده باللايك وقدروا تعبنا، تعبت جدا وانا بعمل الفيديو ده وانا بحضره وانا بمنتجه وانا بتكلم فيه، انزل اعمل لايك علشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس، واستنوني فيديو جديد. سلام.